الضليع والباب تبدأ مسافاتي دمعة وجريح واعتاب رحلة معاناتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، سيما بضعتك الصديقة الشهيدة ذات الآلام الكثيرة في المدة القصيرة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيا الأحباب ما لك موحشا بزارتك الأرياح وأودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحائبته جلفي، فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية وجاءت إلى الكرار تشكو تضامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف، أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف ويلطم عيني نصب عينيك ناصب. عداوتي لي بالضرب مني يستشفي لمن أشتكي إلا إليك ومن بي ألوذ وألي بعد بيتك من كفي، وقد أضرم النيران فيه وأسقطوا
جليلي فويلا منهم ويايا فما برحت مظلومه ذات عله تؤرخ البلوى وضايا لمهايا مغفي الى ان قضت مكسوره الضلع مسقطا جنين اللعب الضاير مسودة الكتف صعب بنت المصطفى ما صعبها ولا هجت يا أبا الحسن المصعبها هجت لايت جنب الوصية تشتفيت سلمت لله على كل حال ورضيت بيت للأحزان للزهرة بنيت يا أم من عاهل بجع لمصابة شلاين جسرة وبالحمايل تشتفك تندب بحمزة وجعفر ما يلفك يا شبه عيرون قومك عقب أخوك عصت ربها ونست نصك تعب خصك الله بكل علم دون الأصحاب وصرت تعلم بالحضر عندك وغاب يصير ما تدرج جرب عتبة الباب أخبرك محسن صقط بعتايبة لا أجن رخصني أرد حشمنك وقوال يا ابن عم النبي ويا فحل الفحول شلون شلون قدامك يضربون البتول وما عينا وما عينا يا حيدر ما نجد غيرك وما عينا انت للمحب من جاء وما عينا وما عينا وديعة عندك الزهرة وما عينا يا عدوك ما جسر لولا الوصية قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في زيارة عاشوراء ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا وشفيعة ذنوبنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا إن شاء الله
من الطالبين بثأرها مع ولدها الحجة ابن الحسن أرواحنا فداء. أولى الجرائم التي اقترفت بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا الفانية هي غصب الخلافة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا كأن القوم بالأمس القريب بايعوا أمير المؤمنين قائلين له: بخل بخل لك يا أبا الحسن، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. لما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة غدير خم على اختلاف الآراء والأقوال، ما يقارب العدد أنه 120,000، يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذاك الموقف الرهيب، ينتظر اللي بعد اللي ما وصل إلى تلك المنطقة، أرسل من ينادي خلف من تقدم عن تلك المنطقة وخطب بهم، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار. إذا إلى حد تلك اللحظات يأتي عمر بن الخطاب ويأتي أبو بكر ويسألان رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر منك أم من ربك؟ كل هاللي ظاهروا به من إيمان ومن إسلام هو هباء منثور. هذا اللي إذا حد تلك اللحظات ما مؤمن وما معتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن الكريم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما أخبرهم بأن هذا من أمر السماء بايع أمير المؤمنين: بخل بخل لك يا أبا الحسن، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رحم الله شاعر السيد الحميري يقول: فقال والأملاك من حوله، والله فيهم شاهد يسمع، من كنت مولاه فهذا له مولا، فلم يرضى ولم يقنع. وظل قوم غاضهم قوله، كأنما آنافهم تجدع. النتيجة حتى إذا واروه في قبره، واروا رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفوا من دفنه، ضيعوا ما قال بالأمس وأوصى به، واشتروا الضر بما ينفع. لا هم عليه يردوا حوضه غدا، ولا هو فيهم يشفع. حوض له ما بين صنعاء إلى أيلة أرض الشام، أو أوسع حصاه ياقوت ومرجانة ولؤلؤ لم تجنها إصبع. فيه أباريق وقدحانه، يذب عنها البطل الأنزع، يذب عنها ابن أبي طالب كذب جربى إبل تشرع. إذا دنوا منه لكي يشربوا، قيل لهم: تبا لكم فارجعوا، دونكم فالتمسوا مشربا يرويكم أو مطعما يشبع. هذا لمن والى بني أحمد، اللهم اجعلنا منهم. ولم يكن غيرهم يتبعوا، فالناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، قائدها العجل وفرعونها، وسامري الأمة المفضع، ومارق من دينه خارج، أسود عبد لكع أوكع، وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تسطع. غدا يلاقي المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع. مولا له الجنة مأمورة، والنار من إجلاله تخشع. بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الحق فلا تجزعوا. إن شاء الله جل وعلا لمصيبة الزهراء عليها السلام ورزيتها أن تكون فاتحة الرزايا وفاتحة المصائب على آل بيت رسول الله. هذا بكر بن قريعة قاضي قضاة السنة يقول في قصيدته: وأريتكم أن الحسين أصيب. شو وقت من يوم السقيفة
منشأ الرزايا والمصائب هو من ذلك اليوم المشؤوم. مصيبة عظيمة، مصيبة الزهراء، أحرقت قلوب آل البيت عليهم السلام. يروى عن إمامنا الباقر أنه كان حينما يصاب بالحمى يغتسل بالماء البارد ويجلس عند باب الدار ويصيح ثلاثا بأعلى صوته: يا مولاتي، يا فاطمة أغيثيني، يا فاطمة، يا مولاتي، يا فاطمة أغيثيني. ما المغزى من هذا القول؟ رحم الله الشيخ عباس القمي علق على الحديث في كتاب بيت الأحزان، يقول بالحقيقة الإمام ما يشكو من هالحمى الظاهرية التي أصابته، بل يشكو من حمى باطنية، يعني أكو في داخل الإمام حرقة ولوعة مما جرى على أمه الزهراء عليها السلام من المصائب. إمامنا الصادق عليه السلام يوم من الأيام جالس في الكوفة في داره وبين يديه طبق فيه رطب، الإمام يأكل من ذلك الرطب، إذ أقبل أحد أصحابه اسمه بشار، دعا الإمام لكي يأكل، اعتذر من الإمام، امتنع. رآه الإمام عليه آثار الوجد والكآبة، قال له: يا بشار، ما لي أراك واجدا، ما لي أراك حزينا. قال له: سيدي، أنا الآن في طريقي جاي بخدمتك، مررت على باب قصر الحاكم فرأيت جلوازا، الجلواز الشرطي، أخذ امرأة عجوز وهو يضربها بالصوت وزجها في الحبس. قل واحد واقف قريب من مكان الحادثة سألته، قلت له: ما ذنب هذه المرأة؟ لما ضربت بالصوت؟ لما زجت في الحبس؟ قال: ذنب هذه المرأة هو أنها عثرت بحجر فوقعت على وجهها، وهي وقعتها قالت: لعن الله ظالميك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. لهذا سجنت وضربت بالصوت. الإمام سلام الله عليه تألم لخبر هذه المرأة، أخذ بشار وراح إلى مسجد السهلة وأوقف واحد من غلمانه عند باب قصر الحاكم حتى يجيب لهم الأخبار. صلى ركعتين، دعا الله جل وعلا أن يفرج عن هذه المرأة وأن يطلق سراحها، ثم التفت لبشار قال له: يا بشار، لقد أطلق سراح هذه المرأة. وإذا الغلام أقبل وأخبرهم بأن هذه المرأة فرج الله عنها، أطلق سراحها، ساعد الله قلب أمير المؤمنين لرزايا الزهراء ومصائبها يراها بعينه. يدخل أمير المؤمنين بعد شهادة الزهراء عليها السلام إلى الدار، يرى ولده الحسن واضعا رأسه بين ركبتيه ويبكي. جاء الإمام قال له: بني، أنت كبير أولادي، أنت اللي تصبر أخوانك وتسليهم عن فقد أمهم الزهراء، مما بكاؤك؟ قال: أبا، لما أخرجك القوم ملببا بحمائل سيفك أمي أغمي عليها من شدة المصاب. أفاقت سألتني عنك؟ قلت لها: أماه، لقد أخذوه إلى المسجد ملببا بحمائل سيفه. خرجنا، يقول، أنا وأمي بالطريق، التفت اللعين لغلامه يقول له: يا غلام، اذهب إليها وأرجعها، وإن أبت فأرجعها بالصوت. أبا، وأرى العدو أمام عيني يضرب أمي فاطمة. مع كل هذا الزهراء تواصل طريقها حتى وصلت إلى باب المسجد منادية: خلوا ابن عمي، أو لا أكشف للدعاء رأسي وأدعو والدعاء مؤثر. الله أكبر، يا صحابة أحمد، من يتم يحمله شبير وشبر. بانت علامات الغضب، ارتفعت جدران المسجد، نظر أمير المؤمنين، رأى سلمان المحمدي، قال له: عم سلمان، أدرك فاطمة قبل أن تدعو. جاءها سلمان مسرعاً، قال: يا بنت خير الأنام، لقد بعث الله أباك رحمة للعالمين، فلا تكوني سببا في هلاك الأمة. قالت: عم يا سلمان، لقد كسروا ضلعي وصبرت، أسقطوا
جنيني وصبرت لطمت عيني وصبرت والآن يريد أن يتم أولادي لا والله لا أرجع حتى يرجع معي أبو الحسن لا تلومني لا حاجة تحزني يا سلمان جنك ما تدري بالذي عملت العدوان سووا سيدتي لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوايا ما قصروا فينا عديمين المروة تدري يا سلمان العبيد بيا السوايا والرمل يمتوني وخلى الجسم نحلان ومن عاينت حداير مقيد ما اخذينا واسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابونا غصبا علي طلعت خوف ويذبحونا وتتيتم ولادي عقب فارس الفرسان ضلت ادافعهم وظنت يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب والرام امتوني قصدي عبد شكواي للواحد الديان طبت دارة طبت دارة وظلت عليلة وجفنا ابن الولد ما غمض ليلة تروح تروح القبر بوها وتشتجيلة وبقمرة وعلى الزهرة يتهضم ظلت ظلت تون والودن خفية ويون يا مال حسن وحسين خية ولما اندنت من عدى المنية وصت تندفن بالليل الأظلام أوصت أمير المؤمنين بعدة وصايا وصت بأول وصية بالحسين وحسين خيال خافت اخذ اجنبية وتحصيل الهم هدية الثاني لو غسلتني لا تجز ضلعي ومتني الثالث لو شيعتني جناية تدفن خفية قال يا موجة الهادي الحكي والرمفادي صاحه وظل ينعد فرقتك تصعب علي فما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها ومغفي إلهي وسيدي ومولاي بالزهراء فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين مرضى هذا الجمع الحاضر
اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، سيما من سألني وسألكم الدعاء. أسألكم الدعاء جميعا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. المؤسسين لهذا المأتم الشريف، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك يا الله، اجعل قلوبهم وقلوبنا ودورنا جميعا إن شاء الله عامرة بذكر آل البيت ومحبتهم. ارحم موتاهم برحمتك الواسعة، ولأرواح أمواتهم مع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بين الضليع والباب تبدأ مسافاتي، دمعة وجريح واعتاب، رحلة معاناتي.